في البدء كان الكلمة. أهلا بيكم أحبائي مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من كلمة الحياة. في بداية الحلقة أحب أقرأ معاكم عدد من سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا الأصحاح 14 والعدد 13، وبيقول كده: وسمعت صوتا من السماء قائلا: اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. الحقيقة إحنا باسم البرنامج والقناة بنقدم كل التعزية ولينا أولا في انتقال أبينا المحبوب القمص بشوي غبريال. بنعزي كل شعب لوس أنجلوس، وبالأخص شعب كنيسة ماري مرقص اللي خدمهم 33 سنة الحقيقة في الكهنوت. 33 سنة في الكهنوت، وكان في الكنيسة دي من يوم ما اترسم على الكنيسة، وكل خدمته في الكنيسة. لكن الحقيقة من أول الكهنة اللي خدموا في كنيسة ماري مرقص، وكانت هي أول كنيسة في لوس أنجلوس. عشان كده الحقيقة مش بس شعب كنيسة ماري مرقص اللي يعرفوا، لا، كل الجالية وكل الناس اللي جم من زمان بيعرفوا مين أبونا بشوي غبريال. خدمة، تفاني في الخدمة، عطاء، محبة، مهما كان السن، مهما كان المرض، ما كانش بيتأخر عن حد في خدمته أبدا. علشان كده العزاء لكل شعب كاليفورنيا، لوس أنجلوس. أيضا بنعزي كل العائلات اللي فقدت عزيز لديها. يعني هنا في لوس أنجلوس سمعنا عن شاب انتقل، وفي مصر شباب ينتقلوا. علشان كده بنقول له: يا رب انت بتلم الحلوين ولا بتاخد الحلوين دلوقتي من الأرض، مستخسرهم في الأرض، ولا هم أخدهم يصلوا من أجلنا ويشفعوا فينا في السماء. والحقيقة زي ما سمعت من ناس كتير وشباب بيقول لك دلوقتي الموت مش بعيد، انتبهوا، ده شباب صغير وبينتقل. فياريت كلنا ناخد عظة وعبرة ان الموت مش بعيد عن حد، لكن الاهم ان احنا كلنا نكون مستعدين. اسمحوا لي ارحب بأوتسابونا. اهلا بك يا أوتسابونا في حلقتنا النهاردة، وانا عارفة أوتسك تحب تقول كلمة عن ابونا بشوي غبريال. اهلا بك يا مهري، واهلا بالمشاهدين. الحقيقة ابونا بشوي غبريال كاهن كنيسة ماري مرقص بلوس انجلوس. أنا بعتبره أيقونة حية للإنجيل المعاش. كان عايش الإنجيل، إنجيل المحبة، إنجيل الصليب، إنجيل البذل والتضحية، إنجيل إنكار الذات. أبونا بشوي غبريال الحقيقة كان بيعضد كل خدمة في لوس أنجلوس، وشارك في إنشاء كنائس عديدة في هذه المنطقة. أنا عايز أقول حاجة، كان يتميز أبونا بشوي غبريال أيضا بفكره المتقدم في الوقت اللي احنا بنشوف فيه ان لسه في ناس كتير مش قادرة
تقدر قد إيه أهمية الميديا في الخدمة المسيحية. لكن من أول يوم أنشأت فيه قناة لوجوس تي في كان أبونا بشوي غبريال من أول المباركين والمعضدين، وفي كل مرة كنت أتكلم معاه كان يسألني عن القناة، وكان يسأل كل واحد ليه برنامج في القناة يسأل عن حال القناة، وكان ليه اشتراك شهري لتعضيد القناة. الحقيقة أنا عايز أقول إن الاشتراك ده اللي كان بيقدمه أبونا بشوي جعله شريك في المكافأة لكل نفس خدمتها أو ربحتها قناة لوجوس تي في. الحقيقة يعني إحنا بنعزي الكنيسة كلها، بنعزي أسرته، بنعزي أنفسنا، لكن بنقول للجميع انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. قدوة، وقليل إن إحنا نشوف خادم قدوة في هذه الأيام اللي بيوعظوا كتير واللي بيتكلموا كتير، لكن اللي بيعيشوا الإنجيل قليلين. عشان كده أنا بقول إن هو كان أيقونة حية للإنجيل المعاش. ربنا يديله فعلا الإكليل، مش إكليل واحد، أكليل المجد الذي لا يملى، وينيح روحه الطاهرة في فردوس النعيم في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. تمام. الحقيقة أنا براجع نفسي لما بقول بنعزي، الحقيقة إحنا بنقدرش نعزي، إحنا بنطلب تعزيات السماء. لكل قلب اتوجع وكل قلب وكل عيلة فقدت عزيز لديها. يقول كده معزون متعبون، عمر ما البشر بيعزوا، لكن الوحيد اللي يقدر يعزي هو اللي سمح بالتجربة علشان الناس تجوز فيها. متهيألي نقدر نشوف كلمة جزء من طيب كلمة. أوكي لسه مش جاهزة، لسه مش جاهزة. طيب احنا عايزين يعني موضوع تاني برضو عايزة اسأل قدسك عليه، لانه هو موضوع الساعة اليومين دول وكل الناس مشغولة، يعني حتى امريكا اللي كانت عمرها ما بتتشغل باخبار العالم دلوقتي الكل مشغول باللي بيحصل في العالم الايام دي. هل هي علامات فعلا من علامات نهاية الايام اللي واضحة جدا؟ لأن احنا من زمان كل ما بنشوف أي ظروف في العالم، حروب وأخبار حروب وزلازل، نقول دي نهاية العالم. لكن هل موضوع داعش ده يا أبونا ده موضوع فعلا علامة حقيقية من علامة مجيء المسيح أو نهاية الأيام؟ لأن الحقيقة أنا عن نفسي بقول دول شياطين بس في شكل بني أدمين يعني. فهل الشيطان حل من قيده فعلا وابتدى يجوز في الأرض يخرب وعايز يعمل لنفسه مملكة؟ وكلمنا أبونا من فضلك على الموضوع ده. الحقيقة الموضوع ده محتاج حلقة أو حلقات خاصة. لكن عايز أقول باختصار، قد يكون فعلا اللي بيحصل دلوقتي في العالم مقدمة للأحداث اللي اتكلم عنها السيد المسيح في متى 25 وفي مرقس 13 عن نهاية العالم، وجايز تكون حقبة هتنتهي، ولما تنتهي هذه الحقبة هتساعد في حاجة من الاثنين، يا انتشار الإنجيل في كل المسكونة، يا إما هيحصل فيه زي ما احنا شايفين دلوقتي الحاد. لا يأتي المسيح إلا ما يأتي الارتداد أولاً. الناس لما بتشوف اللي بيحصل من هؤلاء الناس كلهم بيكفروا بالأديان. فعلشان كده الحقيقة يعني عايز أقول إنه لا زال المسيح يصلب ويقتل في جسده اللي هو الكنيسة،
الحقيقة دلوقتي اللي بيحصل في العراق وسوريا بالذات، وطبعا بوكو حرام دي اللي هي في الصومال باين ولا فين، كينيا ولا نيجيريا والصومال وكل البلاد كله ده بيعدوا حوالي 10 جماعات إرهابية كله، والجزائر طلعت فيها جماعة إرهابية جديدة، كل هذه الجماعات الإرهابية الحقيقة وتصميمها على إن هي تقتل المسيحيين زي ما شفنا في داعش، ده يوري إن المسيح لازال مضطهد، وإن الكنيسة هي كنيسة زي كده ما كانت في القرن الأول، لا يمكن أن تمتد إلا من خلال الاستشهاد والشهادة للمسيح. أنا جالي إيميل أول امبارح، أحب أن أنا أقول جزء منه عشان نعرف إيه اللي بيحصل في البلاد دي من خلال هؤلاء سفكة الدماء. الحقيقة اللي بعت الإيميل بيقول يعني اللي حصل إيه في يوم الأربعاء، جه الإيميل ده يقول ISIS is systematically going house to house، بيروحوا بيت لبيت to all the Christians and asking the children to denounce Jesus، بيطلبوا من الأطفال إن هم ينكروا المسيح. He said so far not one child has. يا حبيبي اللي بعت الإيميل ده ما راجل موجود هناك، قال لك ما فيش طفل يا حبيبي ما في أنكر المسيح. طب كان نصيبهم إيه؟ And so far all have consequently been killed. كل الأطفال اتقتلوا. أنا شخصيا ما كنتش أعرف إن العراق والعراقيين عندهم هذا المستوى من الإيمان والشهادة للمسيح. عشان كده رجعت تاني للآية اللي موجودة في أشعياء 19 اللي مكتوب فيها مبارك شعبي مصر عمل يدي أشور العراق. فعلا احنا بنحيي العراق على البطولات الإيمانية اللي ظهرت لما جم الجماعات الإسلامية أو بيسموها الدولة الإسلامية أو داعش، الخلافة الإسلامية، علشان خاطر تخلي الصغيرين أو الكبار إن هم ينكروا المسيح. ولكن بالضبط كده رجعنا للقرن الأول الميلادي لما كان بيستشهد آلاف من أجل المسيح. صحيح فعلا صحيح. مبارك شعبي مصر عمل يدي أشور ميراث إسرائيل، لأن احنا عارفين إسرائيل يعني إزاي الألمان عملوا فيهم إلى آخره، برضو اضطهدوا اضطهادات صعبة جدا جدا. فأنا عايز أقول أنه يعني بيقول لك The United Nations has withdrawn، مشيت الأمم المتحدة، خدت الجنود بتاعتها ومشيوا. بقول لك احنا موجودين هناك دلوقتي ومش عارفين يعملوا فينا ايه، وبيطلب من الناس انها تصلي تصلي. قتلوا الاولاد، فضل البيرنس الاباء والامهات، يعني دول هم عذبوا البيرنس يا ابونا اكتر ما يقتلوهم، يعني يكون يشوفهم اولادهم بيتقتلوا قدامهم، ده منتهى العذاب يعني ده اكتر من ان هم يتقتلوا. الحقيقة أفكارهم يا ابونا الناس دول، أنا شفت برضو على فوكس نيوز مع هانتي ده، وراجل ده يعني متدين قوي، وكان جاي مستضيف واحد يعني من سكايب من الراديكال يعني مسلمز اللي هم يعني بيقول له كده أن أنت قريب قوي هتخضع للشريعة واللي هو اللو الشريعة بتاعتهم، وعلم القاعدة هيترفع على البيت الأبيض. فأدي يعني هو فعلاً ده شيطان عايز يمتلك العالم كله. هو صحيح المسيح قال عليه رئيس هذا العالم، لكن هو رئيس هذا العالم لأنه بيخدع العالم بالخطية. لكن رئاسته ما هياش رئاسة حقيقية، رئاسة زائفة طبعا. هو عايز يبقى رئيس العالم، رئيس الشر اللي موجود في العالم بالضبط، رئيس الشر الخطية. لكن عايز أقول حاجة برضو عشان خاطر إحنا يعني في ناس بيقولوا لنا انتوا في لوجوس تي في بطلتوا انكم انتوا اللي تعملوا برامج حقوقيه او للدفاع عن المظلومين والمضطهدين. الحقيقه انا عايز اقول حاجه، احنا توقفنا بعض الوقت عن هذه البرامج الحقيقه، والبرامج دي كانت ما بتعملش حاجه اكتر انها بتكشف نواحي اضطهاد الاقباط في مصر والخطف والفدية واسلمة البنات وإلى آخره،
وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة كشركاء في الوطن الواحد. احنا ايه اللي خلانا نقف عن المواضيع دي؟ تقديرنا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لما انحاز للشعب ويعني طرد وأطاح بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم. فطبعا احنا تقديرا لهذا الموقف قلنا هذا الرجل ليس رجل عادي، ده رجل عادل كمان ولن يسمح بالظلم. وطبعا هو لسه بقاله فترة قليلة في 100 يوم في الحكم، مش هيقدر يعمل كل حاجة، لكن في نفس الوقت اللي لسه هو فيه بيحارب فيه الإرهاب في مصر في كل مكان، خصوصا في سيناء والعريش في المناطق دي كلها، لا تزال فيه بؤر إرهابية موجودة في كل مكان في مصر، وعناصر يا أبونا في الشغل كمان، وعناصر في الشغل. وفي نفس الوقت بيوجهوا طاقتهم دلوقتي لاضطهاد الأقباط، وخصوصا ان في بعض برضو الناس اللي في الشرطة لا تتعاون مع الأقباط علشان كشف الحقيقة. احنا بنقول ان احنا مأجلين هذه الامور لان احنا عارفين التزامات السيسي ايه الحالية، بل بالعكس احنا لما عرفنا ان هو جاي هنا في نيويورك احنا بنشجع وبنقول لكل المسيحيين، بل نقول لكل المصريين مسلمين مسيحيين، يا جماعة خدوا اتوبيسات وروحوا وأيدوا السيسي، لأن الإخوان عاملين مجهود كبير جدا، مجمعين ناس بطريقة عجيبة بالفلوس يعني، علشان خاطر ان هم يتظاهروا ضد السيسي علشان يبينوا للعالم ان هم مش قليلين. احنا بنقول لولادنا هو على الهوى، يا جماعة عايزينكم كلكم تروحوا كل الولايات القريبة من الأمم المتحدة، يا ريت انكم تروحوا وترفعوا راية مصر وصور السيسي علشان الناس كلها تعرف ان 30 مليون اللي خرجوا في 30 يونيو و3 يوليو هم دول لازالوا يؤيدوا الرئيس الشرعي الحقيقي لمصر وهو عبد الفتاح السيسي. علشان كده بقول ايه؟ بقول ان دلوقتي احنا داخلين على انتخابات مجلس الشعب. المشكلة هنا ان دلوقتي ابتدت بعض الاحزاب اللي كانت متحالفة مع الإخوان المسلمين وبيسموا نفسهم دعم الشرعية ابتدوا ينسلتوا أو ينسحبوا من هذا التحالف، والخوف إن هم يكونوا بيخططوا ده علشان خاطر يقدروا يدخلوا الانتخابات ويرجعوا تاني لصورتهم المتشددة الأولى كأحزاب أنا مش عايز أقول إسلامية، إرهابية، لأن عايز أقول هذا الفكر اللي موجود في هذه الجماعات هو فكر إسلامي متطرف، وأنا بيعجبني قوي إسلام بحيري لأنه بيشرح الموضوع ده بكل وضوح. قالك ده اسمه إسلام موازي، يعني إيه؟ قال إن المفروض الإسلام وكل الآيات اللي فيها تكفير غير المسلمين والحد على قتلهم دي كانت لوقت الفترة اللي كان فيها الرسول محمد موجود، لكن بعد كده ما فيش لا قتل ولا في حاجات انها يعني تبيح بقتل اي انسان. علشان كده ده بيسميه اسلام بحيري اسمه الاسلام الايه الموازي. بس يا ابونا يعني اللي هو اللي هو ابوه الروحي ابن تيمية، واخد بالك؟ فهو ده انا بتكلم ده كلام اسلام البحيري. لكن وبعدين لما احتضن هذا الفكر سيد قطب زي ما احنا عارفين وحسن البنا، وبعد كده ابتدت الجماعات الإرهابية تخرج من حضن الإخوان المسلمين وابتدوا يبقوا أشد تطرفا. الفكرة دلوقتي احنا عايزين نقول للأزهر الشريف اللي احنا بنحترمه جدا وبنجله لازم يعمل إعلان أو فتوى بأن هذه الآيات اللي موجودة واللي بتقول اقتل الكفار دي مش وقتها دلوقتي، علشان
منديش فرصة ان جماعات ارهابية تاخد الفكر الارهابي تولد من جديد بعد القضاء على الاخوان المسلمين والسلفيين والجهاديين وكل الجماعات اللي خرجت من عباءة الاخوان المسلمين. طبعا برضو مش هنقدر ننسى ان كل دي جت في الكتاب المقدس، قال هيقوم ناس هيقتلوكم بيفتكروا ان هما بيقدموا خدمة ربنا. فيعني احنا بنقول الكتاب المقدس بيتحقق زي ما جه، سواء بقى بإسلام موازي بإسلام وطبر بقى الإسلام يعني اللي بيقولوه، لكن ده الكتاب المقدس بيتحقق فعلا. واحنا وبرجع تاني للنقطة الأولى ان احنا فعلا بنشوف الأيام دي بنشوف علامات غير علامات اللي كنا بنشوفها زمان، يعني علامات واضحة جدا جدا لنهاية الأيام. ويعني المهم احنا نكون مستعدين زي ما قلت في الأول، برضو الموت مش بعيد عن حد، يعني مش هنستنى لما نشوف النبوات بتتحقق، لا احنا نكون مستعدين في كل وقت لنحنا نترك هذا العالم، سواء بقى عن طريق داعش، عن طريق موت طبيعي، عن طريق وطبر، المهم الإنسان يكون مستعد لأبديته فعلا. الحقيقة أنا الرسالة اللي جات لي دي بتطلب من كل الناس المسيحيين اللي في العالم كله انهم يصلوا من اجل المسيحيين الموجودين حاليا في المناطق اللي هي بتسيطر عليها قوات داعش ان كان في العراق او سوريا، لان لازال موجودين مسيحيين في هذه المناطق وهم بيدخلوا بيت بيت فعلشان خاطر ربنا يعمل حاجة. يعني انا الحقيقة بأناشد الكل الجميع الصغير والكبير انهم في صلواتهم الخاصة يعني يذكروا هؤلاء الناس دول عايشين في خوف ورعب شديد جدا جدا، لكن الناس دول أبطال لأنهم بيرفضوا أن ينكروا المسيح وبيستشهدوا حتى الأطفال. والحقيقة يعني أنا يعني بقول يعني بنصلي دلوقتي ونقول يا رب فعلا إن كان يا رب يسوع دم الأطفال دول اللي سفك من أجل الشهادة لإسمك، خليه يا رب يكون بقى نهاية هذا السواد اللي بتلتحف به هذه جماعات، يعني لابسين اسود وعلمهم اسود وقلبهم اسود وهم زعماء الموت. يعني هم مبسوطين بالموت، هم عايزين الموت. الشيطان مكتوب عنه ذلك كان قتالا للناس منذ البدء. قتالا للناس، عشان كده احنا بنصلي ان ربنا يحرر هذه العقول من هذا الفكر الارهابي، يحرر هذه العقول. احنا بنصلي لهم ربنا يحررهم وربنا يديهم ان هم يتعرفوا على الاله الحقيقي المسيح المصلوب اللي جه علشان يموت من اجل خطايانا لكي ننال نحن فيه الحياة الابدية. تمام يا ابونا، احنا اكشلي ما احناش برنامج سياسي ومش بنتكلم في السياسة، لكن الحقيقة دي مش سياسة، ده دي حاجات كلها يعني زي ما بقول الانجيل بيتحقق، يعني وجود داعش دول، وجود وباء زي الإيبولا ده اللي مش عارفين له حاجة، دي حاجات فعلا بتبين ان احنا في اخر الايام أو في مقدمات لنهاية الأيام. ولو المسيح قال هذا اليوم لا يعرفه أحد ولا الإبن، بس الآب وحده، علشان كده بنصلي إن احنا فعلا نكون مستعدين في كل وقت. طيب أتسك عايز تقول حاجة في المواضيع دي التانية؟ لا، بس لو في أي مداخلات بالنسبة للموضوع ده هناخدها دلوقتي، لكن لما نبتدي بموضوع الروحي مش هنتكلم في المواضيع دي تاني. طيب احنا هنطلع فاصل نسمع ترنيمة ونرجع نبتدي موضوعنا الروحي النهاردة. هنتكلم في رمية الأصحاح السابع، فرق بين ناموس الله وناموس الخطية. ابقوا معنا. لو تزول السماوات حتى مهما الوقت فات، لكن كلمة من كلامك مش هتبقى ذي
جيتها ومكتوب منها دعوت ابني.
عز علينا انتقال أبينا الحبيب أبونا بشوي كامل، أبونا بشوي غبريال، اللي عاش وسطينا وخدم، وكلنا اتمتعنا بخدمته ككاهن وكخادم في هذه المنطقة وفي كنائس أخرى. كنت أشعر بمحبته الكبيرة، وأشعر أن هو إنسان بركة يشجع في الخدمة. كنت دايما أسعد لما ألتقي به، أنه دايما كنت أسمع منه كلمات التشجيع من ساعة ما بدأت خدمتي هنا في لوس أنجلوس. ودي كانت طبيعته بالنسبة للكل، عشان كده الكل أحبه واقتربوا منه. وطبعا مدة 35 سنة في خدمة الكهنوت، معنى كده في أجيال طلعت وتتلمذت عليه وتشعر بأثر في حياتهم. احتمل المرض بشكر، سمح له أيضا بتجارب أخرى في حياته صعبة، لكن احتملها بإيمان قوي. كان دايما يتكلم عن الكل كلام طيب وكلام خير، وكان بيقدم لنا مثل للقلب الصفوح يصفح عن الناس. عشان كده عاش في سلام، وعاش في يكسب محبة الناس، وبقي خدمته ونمت. ومهما قلنا عليه، لكن المكافأة هي هتكون مكافأة في السماء. اللي كان بيقدم ليه كان بيتبرع بأجزاء منه، وطبعا زهده ده هو اللي خلاه دايما مهتم بخدمة المحتاجين وخدمة المتألمين، ودي كانت شيء يعني عزيز عليه. عشان كان دايما كان يهتم بسانتا فيرينا ويسألني على أحوالها وماشية ازاي، وكان أيضا يحب قناة لوجوس قوي، وكان دايما يحب يعني يشجع هذه القناة. دي كانت طبيعة عنده انه بيشجع أي حاجة جديدة. وإن كان ربنا اداله 86 سنة على الأرض، فهو مديله الأبدية كلها، سواء في فترة الانتظار أو الفترة اللي بعد كده، سنوات لا تنتهي فيها يفرح بالمسيح ويفرح بالقديسين حتى نلقاه ونفرح كلنا معا حين نلتف حول مسيحنا الذي أحبنا ومات لأجلنا، الذي له المجد الدائم إلى الأبد. مرة تانية معاكم أحباء المشاهدين، وأعتقد معانا تليفون. ألو، معانا إيهاب. أهلا بك يا إيهاب، اتفضل. ازيك، عاملة ايه؟ وازيك يا وتسابونا أبو نقاب الآيات. أهلا أهلا، ازيك يا إيهاب، أهلا بك، وحشتونا وتسابونا وحشنا البرنامج الجميل بتاعكم. الله يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يخليكم لينا ويخلي منبر قناة اللوجوس دايما كده منبر مستقيم الرأي والفكر والعقيدة، ودايما بيعلمنا الكلام الحلو بتاع ربنا، ودايما بيدافع عن المظلومين زي الكتاب ما قال: كنت عريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. يعني لا معرفش، كان لو الكتاب يتسع او كان ممكن، بس طبعا لو كل حاجه هيقولها المسيح ما كانش ولا كتب العالم ساعتها، كان كمل كمان وكان قال: مظلوما فدفعتم الظلم عني، يعني مضطهدا فدفعتوا عني، وكان كمل. لكن الروح هو اللي بيكمل من خلالنا ومن خلال أعمال الرسل، اللي هو السفر الممتد، واللي هو كل الأسفار انتهت بكلمة أمين إلا سفر أعمال الرسل، على أساس أنه تكميل. وأنا بعتقد أن قناة اللوجوس بتكمل، وأولاد النور بيكملوا
رسالة الرسل ورسالة السيد المسيح له المجد في الكرازة وفي الدفاع عن المظلومين. فربنا يعوضكم خير وربنا يخليك لينا وتسابونا. دي حاجة. فأنا بشكر قناة اللوجوس إن هي بدأت هترجع البرامج الحقوقية تاني عشان تدافع بيها عن المظلومين وترفع وتكون صوت من ليس صوت من لا صوت له. دي حاجة. يعني على سبيل المثال لو تسابونا لسه يعني احنا مش عاوزين نروح لداعش بعيد في سوريا وفي العراق، لا، ده احنا اهالينا في المنيا بيعانوا اكتر واكتر، ومش في المنيا بس، لسه على سبيل المثال في قرية الشامية الأقباط بيدفعوا جزية وبيدفعوا أتوات، ويمكن داعش بتوع العراق محظوظين إن داعش أعطوهم اختيار إن أنتوا ممكن تمشوا، لكن حتى بتوع قرية الشامية دول تبع محافظة المنيا مش عاطينهم، مش مخلينهم يمشوا، لا، اقعدوا هنا عشان تدفعوا. طيب نبيع أراضينا، نبيع بيوتنا، مفيش الكلام ده. وطبعا الأمن عارف المجرمين اللي هو اسمه مش عارف أشرف خلاقة ده، هو واللي معاه البلطجية دول، ومعرفش متكاسل يعني مغمض عينه بيتقاسم معاهم، ودي مبادئ لا تتناسب أبدا مع مبادئ يعني سيادة الرئيس السيسي، ولا تتناسب أبدا مع الدولة المصرية الحديثة، ولا تتناسب أبدا مع أهداف الثورة اللي هي عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية. معلش إيهاب، أنا مش يعني مش بحب أقطع اللي بيتكلم، بس إحنا ما ننساش إن جماعات الإخوان المسلمين لازال ليهم ديول في كل مكان في مصر، يعني وجوه الشرطه. عشان كده دور قناه اللوجوس ان احنا لازم نوصل سياده الرئيس السيسي اللي بيحصل، لان ممكن هو ما يكونش عنده علم بيه. هذه الامور لازم نرفعها لسياده الرئيس ونقول له عليها، ولازم نفضح هؤلاء الاشرار، ولازم نفضح هذا الشر، ولازم نرفع صوت الناس الغلابه دول اللي هم مضطهدين سواء في المنيا او في الشاميه او في صمالوط او في الكلام ده. يعني مثلا على سبيل المثال برضه صمالوط عشان واحده اتخطفت مسيحيه طلعوا أهليها بيطلبوا بمسيرة حضارية ومظاهرة حضارية عشان يرجعوها. اضطر الأمن تعامل معاهم تعامل زي ما زبيرو برضو قاعد يضرب فيهم ويحبس منهم، وقبض على 35 واحد مسيحي من أهل الفتاة دي لمجرد أن هم بيطلبوا بأن عرضهم يرجع أو بنتهم ترجع أو ضمائهم يرجع. فطبعا كل الأمور دي لازم احنا نوصلها لسيادة الرئيس السيسي، ولازم نوصلها لسيادة رئيس مجلس الوزراء، ولازم نوصلها لسيادة وزير الداخلية عشان نبقى فضحنا احنا هذا الشر اللي موجود. وربنا يكمل ويحوش عن شعبه ويبارك في قناة اللوجوس، واذكرنا في صلواتك يا وتسابونا وتحياتي لتطوري. شكرا. شكرا يا إيهاب. معنا أبو مهند، أهلا بك يا أبو مهند، تفضل. مساء الخير. مساء النور. تحية محبة لكم. شكرا لك. وعسى غيابكم خيرا لنا. شكرا لك. لأنكم لكم مدة شهرين دلوقتي. بأن شهرين. تشرفون بزياراتكم إلى بيوتنا عبر التلفزيون. أشكرك يا أخي. كلمة بسيطة. تفضل. أريد أن أوجهها من منبر قناة اللوجوس إلى كل الناس. تقول هذه الكلمة: ربي وإلهي، إن جميع جهود السلام مكتوب عليها بالفشل الذريع حتى تأتي أنت، لأنه مكتوب عنك في أشعياء ويدعى اسمه رئيس السلام لنمو رسالته والسلام لا نهاية له. إن السلام لا يأتي بقوة السلاح والحروب، لأنك قلت: سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أصرخ فيكم يا دعاة السلام الكاذب المبطن بالحروب والقلاقل، لأن المسيح قال عنكم: يا أولاد الأفاعي، يا أولاد الأفاعي
إنكم تتشدقون بالسلام المخادع، تتشدقون بالسلام المخادع، كفاكم ضحك على هذا الشرق، كفاكم سخرية وضحك على هذه البلاد التي نطق فيها أول كلمة للسلام: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المقرة. كفاكم تشدقا وابعدوا سلاحكم القاتل عن أرض السلام، ابعدوا أكاذيبكم وأباطيلكم عن أرض السلام، لأن الوقت على الأبواب، وفي القريب العاجل سيأتي ملك السلام، وسينزل ملك السلام من مكان صعوده الأول، وانتظروا ذلك، انتظروا ذلك، لأن ملك السلام الذي يأتي اليوم قبل الغد. عندها تتلاشون كالدخان وأنتم تصرخون رحماك يا رب السلام، فيقول لكم اذهبوا إلى النار المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأنكم كذبا وخادعون مثل أبيكم إبليس، لقد تبعتم الوحش والنبي الكذاب وإبليس، هذا الثالوث الشيطاني هو مدبركم وإليه ترجعون يا دعاة السلام الكاذب. ودعونا نردد مع مزمور 24 مع داود المرنم: ارفعي رؤوسك أيها الأبواب، وارتفعي أيتها المداخل الأبدية، ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ هو الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال، الرب القدير هو ملك المجد. وتحية، تحية شكر لكم، شكرا في قناتكم، والسلام لكم. شكرا أخي. وشكرا، شكرا لك يا أخ مهان، شكرا لك. بس هنبتدي موضوعنا الروحي، بس كان عندي تعليق صغير على كلام إيهاب، إن إحنا فعلا لازم نوصل كل اللي بيحصل ده للسيسي، لكن لما السيسي يبقى برا مصر وفي مكان نفس المكان اللي هو فيه عايزين يعني يكسروه، يعني نفس أمريكا نفسها عايزة تكسر مصر ورئيسها، فما ينفعش نروح نطلبه بالحاجات دي هنا في مصر، يعني في مصر في بلدنا جوه بيتنا نقدر نقوله ونوصل له الكلام، لكن لما يبقى بره مصر وفي مكان زي فلسطين هنا لازم نقف ونسند، ويعني مش هنطلع مشاكلنا هنا دلوقتي، يعني قصدي لما يبقى في بيتنا نعمل ونوصل، لكن بره مصر نسند. في حاجة يا ميري برضو أنا عايز أقول لإيهاب، إن دلوقتي مفيش قنوات شرعية نقدر نوصل من خلالها الظلم والاضطهاد اللي بيحصل للأقباط في مصر. مفيش لا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى، أظن لغوا المجلس الشورى، أطلق أيوة. واخد بالك؟ والمفروض كمان الحقيقة يعني في حاجة اسمها بيت العيلة، المفروض إن هو قالوا إن الشيخ الأزهر وقداسة البابا إن هم يعني يتلقوا مثل هذه الأمور ويحلوها سوا، ما حاجاش زي كده بتحصل. احنا عايزين دلوقتي يكون في حد مسؤول في البلد يقدر يعمل حاجة، إنه بتحصل حاجة في المنيا ولا في صملوط ولا في العريش زي الدكتور وديع الخطف، يكون في يعني قنوات أخرى، ويكون في كمان حاجة غير الشرطة العادية، يكون في شرطة اسمها شرطة الأمن أو شرطة الأمان للبلد أو شرطة الوحدة الوطنية. لما تحصل أي حاجة خاصة بالوحدة الوطنية على طول الشرطة دي في خلال ساعات تكون مخلصاها. فإحنا لسه تنقصنا زي ما أقول كده إن إحنا عايزين يكون في قنوات شرعية اللقباط. ما ينفعش يبقى في وزير قبطي، والوزير القبطي يتعين وزير برضه من خلال رئيس الوزراء، فهو ولاءه لرئيس الوزراء مش ولاءه للأقباط. احنا عايزين يكون فيه ناس ولاءهم حتى مش للأقباط، للوطن. ايوه، ولاءهم للوطن ككل. الحقيقة لازم يكون فيه حاجة زي كده، ولازم اللي ابتدي بقى يكون فيه
تمثيل الأقباط في الوزارة وفي مجلس الشعب وفي كل المصالح الحكومية والجماعات. بص يا أبونا، لغاية ما يحصل ده اللي قدسك بتقوله، الحاجة الوحيدة اللي هتم تظبط كل حاجة تفعيل القانون. يعني لو فعلا فعلنا القانون، اللي يغلط يتجازى، اللي يغلط يتحاسب. دلوقتي احنا في ظروف غير عادية، وزي ما قال الرئيس السيسي احنا في حالة حرب. ففي الظروف الغير العادية المفروض يكون في كمان قوانين غير عادية. يعني ده هم غير دلوقتي مش قادرين ان هم يقبلوا قانون التظاهر، وقانون التظاهر ده ما يعني اتوضع علشان خاطر ان يبقاش فيه اي مجال لمظاهرات مسلحة اي او مخربة، وللآن لغاية مش قادرين ان هم ينفذوا هذا القانون، وبنشوف مظاهرات من الإخوان تقريبا بالأسلحة، مش بس غير سلمية دي، بالأسلحة. فإذا البلد في حالة انتقال، احنا في مرحلة انتقالية واحنا في حالة حرب مع الجماعات الإرهابية، مع الإرهاب كله، مع الإرهاب في حالة حرب. الحقيقة في حالة الحرب، أنا بقول برضو هو السيسي علشان خاطر عايز أقول اللي بيحصل دلوقتي إن في هجوم فظيع من الغرب، أوروبا ومن من أمريكا على الحكومة المصرية، فهو مش قادر إن هو يعني يعمل أكتر من كده علشان إنه يوقف التخريب اللي بيحصل في مصر باسم الديمقراطية. تخريب بيحصل. علشان كده الحقيقة الموضوع محتاج بقى إنه لازم مجلس الشعب يجي، ولازم زي بعض، ويمكن احنا الموضوع الروحي اهم لكن حتة مهمة برضو، انه ما يدخلش فيه بقى عناصر من الجماعات اللي كانت مرتبطة بالاخوان، العناصر خصوصا السلفية. السلفيين خصوصا حزب التنمية وحزب الوسط وحزب بتاع اسمه ايه ده اللي هرب، مصر الايه القوية، مصر القوية. دول ناس، دول معروفين اتجاهاتهم وان هم كانوا شركاء للإخوان المسلمين. ده بقى عايز وعي الشعب بقى هينتخب مين. وعي الشعب، الشعب انت عندك 40 ولا 45% شعب أمي. لا، ما لازم نبص الحاجات دي كلها، ما ينفعش الكلام ده، لازم يتعمل لمجلس الشعب ده ويكون فعلا ان هو بيمثل 30 يونيو، بيمثل 3 يوليو، بيمثل فعلا الثورة الحقيقية اللي قام بيها كل الشعب تقريبا. 30 يونيو لما 30 مليون ده لما يقوموا، يعني معناها كل الشعب طبعا انتفاضة. انتفاضة مش دي، مش انتفاضة دي، ثورة عارمة ما حصلتش في التاريخ. عشان كده الحقيقة زي ما بقول كده، الموضوع محتاج إلى حكماء من هذا الوطن، لازم إن هم اللي يديروا الدفة ويساعدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان نقدر نوصل ان احنا نبقى دولة. احنا دلوقتي قربنا ان احنا نعدي حاجز الكساد الاقتصادي بالمشروعات الكبيرة اللي عملها عبد الفتاح السيسي، لكن لسه الاستثمار والسياحة، احنا كل الحاجات عملناها من عندنا، الناس بدأت تدفع فلوس مشروع قناة السويس الجديد، والناس ابتدت ان هي فعلا تعمل حاجات كويسة خالص، لكن انت عندك الاستثمار ده مهم جدا، اللي هو الفلوس تيجي من بره، السياحة مهمة جدا جدا، وده محتاج امن 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 طبعا. فعشان كده احنا يعني بنصلي ان ربنا فعلا يدي حكمة للناس القائمين على مصر في هذه الآونة، علشان مجلس الشعب يجي يكون بيعبر عن ثورة 30 يونيو. تمام. يعني بكلمة قدسك هنخلص الموضوع اللي ما كناش مرتبين ان احنا نتكلم كتير كده في موضوع السياسة، لكن دي مش سياسة، دي مصر بلدنا. ومرة تانية احنا بنرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مجيئه لنيويورك، والحقيقة من هنا بنقول له احنا يعني احنا بنسنده، واحنا الحقيقة بنصلي له ان ربنا يكون معاه من اجل مصر ومن اجل شعب مصر اللي اخذت بركة خاصة من ربنا، ما قال مبارك شعبي مصر. بالجزء ده هنقفل الموضوع السياسي ونبتدي، هنطلع برضو تاني ترنيمة عشان نبتدي. طب قبل ما نطلع موضوعنا الروحي ترنيمة، انا عايز الناس الفنانين بتوع القناة يعملوا لنا كده شعارات ترحيب بالسيسي في الولايات المتحدة الامريكية، وكمان ان يعملنا يحسوا كل الناس اللي موجودين
في المنطقة اللي هيبقى فيها موجود رئيس السيسي في الأمم المتحدة ان هم يسيبوا كل حاجة ويروحوا علشان خاطر يقفوا يأيدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقولوا احنا شعب مصر اهو بنقول ده رئيسنا وده حبيبنا واحنا متمسكين بيه متمسكين بثورة 30 يونيو. تمام يا ابونا. و كنت أقول حاجة ونسيت لكن هنطلع فاصل يمكن أفتكرها بعد ما نرجع. نطلع فاصل أحبائي المشاهدين ونرجع بقى نبتدي موضوعنا الروحي، لأن زي ما بقول إحنا بس دي كانت إلى أن تبدأ عندنا تاني برامج دفاعية وتدافع عن إن شاء الله المظلومين. تبتدي على طول. ما أنا بقول لغاية ما ترجع إحنا بس حبينا نتكلم عن اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في العالم، لكن هنرجع تاني لرسالة رمية بعد الفاصل. ابقوا معنا. أنا
حياة، وكمان هنكمل معاكم النهاردة تأملاتنا في الأصحاح السابع من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. أهلا بيك مرة تانية قدس أبونا. أهلا بيك. والنهاردة هنتكلم، أو عنوان الحلقة ناموس الله وناموس الخطية. والحقيقة لما تقروا الأصحاح السابع من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا، أنا بعتبرها من الأصحاحات اللي فيها فلسفة القديس بولس الرسول. يمكن اللي قال عليها القديس بطرس الرسول إن ليه حاجات عسرة الفهم، فيمكن الأصحاح ده من الصعب فهمه، لأن بيتكلم بتشبيهات كتيرة، وبيتكلم عن ناموس الله وناموس الخطية وناموس موسى. والحقيقة في فرق كبير قوي بين الثلاث نواميس دول، لأن ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. فأرجوكم يعني يكونوا كل واحد معاه كتابه وإنجيله، ويبتدي يقرأ معانا ويركز معانا في أصحاح النهاردة. أتسابونا بشوي قبل ما نبتدي نتكلم عن ناموس الله وناموس الخطية. القديس بولس الرسول قال كده عبارة، قال إننا تحررنا من الناموس. كان بيقصد إيه بقى من الناموس؟ أي ناموس؟ طيب إحنا عشان نجاوب على السؤال دي، تعالوا إن إحنا نقرأ الست أعداد الأولانيين من إصحاح السابع من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أم تجهلون أيها الإخوة، لأني أكلم العارفين بالناموس، هنا بيتكلم عن ناموس موسى طبعا، أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا، فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر للذي أقيم من الأموات لنثمر لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت، وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. الحقيقة تحررنا من الناموس، تحررنا من الناموس. هل معنى أن احنا تحررنا من الناموس يعني احنا أصبحنا غير ملزمين بالناموس؟ لازم نعرف ان الناموس الادبي اللي هو العشر وصايا، في ناموس الطقسي هي ذبائح العهد القديم، في الناموس الحكمي اللي هي الشرائع اللي بالتفصيل بقى، اللي يلقى حمار وما يقومش ما يقوموش بتاع عدو ويعمل ايه، اللي لوين دي لكن الناموس، هل احنا مش ملتزمين بالناموس الادبي ده؟ احنا ملتزمين باكتر ما هو موجود في الناموس الادبي اللي العشر وصايا. لكن فعشان كده لما بيقول احنا تحررنا من الناموس، يبقى معناها ايه؟ لان بولس نفسه، وهنتكلم عن الموضوع ده بعد شويه، قال كده، قال في عدد 12، اذا الناموس مقدس والوصيه مقدسه وعادله وصالحه. يبقى اذا ما زي أنا أتحرر بقى من الناموس لو كان هو بالشكل ده؟ يبقى هنا مش بيتكلم بقى عن إن إحنا تحررنا من الناموس، بمعنى إن إحنا أصبحنا مش ملزمين بيه، لكن إيه اللي يقصده بولس الرسول إن أنا تحررت من الناموس؟ عشان كده خلونا إن إحنا الموضوع ده نفهمه كويس مع بعض. إحنا أولا تحررنا من سلطان الناموس. يعني ايه سلطان الناموس؟ تحررنا من سلطان الناموس. اولا الناموس كان بيحمل في طياته
لعنة لكل إنسان لا يعمل بكل ما هو مكتوب في الناموس. يبقى اتحررنا من سلطان اللعنة. خلي بالكم، الناموس كان لازم كل شعب الله ملتزم ان هو يعمل به، ومكتوب ملعون، ملعون من لا يثبت، كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في الناموس ليعمل به. ودي موجودة في غلاطية 13، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في الناموس ليعمل به. فإحنا تحررنا من سلطان اللعنة اللي في الناموس. ليه؟ هو الناموس اتفرض بس على اليهود وإحنا لأ؟ لأ، ده كان أصلا الناموس على الكل، لكن المسيح إيه اللي عمله عشان خاطر يحررنا من هذه اللعنة؟ في غلاطية 3:13 يقول إيه؟ المسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على الخشبة، أو على خشبة، ملعون كل من علق على خشبة. المسيح من محبته ومن روعته إن شاف إن إحنا لا نستطيع إن إحنا نلتزم بكل ما هو مكتوب في الناموس، فقال أنا عايز أشيل اللعنة عن البشرية. فمكتوب في الناموس برضو إنه ملعون كل من علق على خشبة. فالمسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا. قال لك أنا هكون لعنة بدل البشرية كلها، أنا هحمل لعنة البشرية في جسدي. فالمسيح حررنا من سلطان اللعنة اللي كان موجود في الناموس. دي أول حاجة. الحاجة الثانية سلطان الدينونة. ليه؟ لأن الناموس كان واضح إن النفس التي تخطئ تموت، وكان فعلا في وصايا وأحكام لكل إنسان زاني، ده حتى كان اللي يشتم ويسب أبوه يقتل. شفتوا قد إيه كانت أحكام الناموس صعبة إزاي؟ في منتهى الصعوبة. يعني عايز أقول إنه دلوقتي نبص نلاقي عيال بيشتموا أبوهم وأمهم، لا ده لو كان ناموس موسى بيطبق لغاية النهاردة، أنا معرفش اليهود بيطبقوه في إسرائيل ولا لا، أنا ما عنديش فكرة، لكن حسب الناموس اللي يشتم أبوه أو أمه يقتل قتلا، اللي يعمل حاجة يوم السبت يقتل حتى لو واحد بيلم شوية حطب. ده كان الناموس يا جماعة. عشان كده المسيح حمل عنا عقوبة الموت. في رومية 8:3 يقول ايه؟ لانه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. فالمسيح حررنا من سلطان الخطية اللي عقوبتها ايه؟ الموت. وحمل عنا اللعنة وحمل عنا ايضا الموت. عشان كده احنا تحررنا من الناموس. ده المعنى اللي بيتكلم به بولس الرسول عن تحريرنا من ايه؟ من الناموس. عشان كده بولس الرسول بيقول في كورنثوس الاولى 15:55-56، اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ اما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. اين شوكتك يا موت؟ خلاص المسيح مات، مات وحمل كل خطايانا في جسده على الخشبة. فإن كانت أجرة الخطية موت، فالمسيح مات عن العالم كله وحررنا من سلطان الدينونة اللي كان في الناموس. حاجة تالتة أيضا، لما بنقول إن المسيح أو إن إحنا تحررنا من الناموس، يعني اتحررنا من سلطان الفساد الكامن فينا. البشرية ورثت فساد الطبيعة البشرية نتيجة خطية آدم. احنا تحررنا من سلطان الفساد الكامن فينا. خلي بالكو
الناموس كان بيهيج ويحرك الخطية الكامنة إيه؟ فينا، يهيج الخطية يحركها جوانا. عشان كده يقول في رومية 7:5 لأنه لما كنا في الجسد، لما كنا في الجسد، وهنا كلمة في الجسد مش الفلش، لا يعني لما كنا في الطبيعة الفاسدة أو الميل الفاسد، الميل إلى العصيان، لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس عن طريق الناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. طب لكن انت في الجسد دلوقتي، انت مش في الجسد، لكن لو انت في المسيح بقى، شوف الكلام الحلو بقى اللي هي كولونسوس 2:5-17 يقول ايه كده، اذن ان كان احد في المسيح فهو ايه؟ خليقة جديدة. مفيش بقى اهواء جسد والانسان اللي عايش في الخطية وبيشرب الاسم كالماء لانه الناموس بيحرك الخطية والشهوة اللي فيه يرتكب الخطية، لكن هنا بقى في خليقة جديدة، في طبيعة جديدة. اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. فاحنا تحررنا من الناموس بهذا المفهوم، سلطان الايه؟ سلطان الفساد الكامن فينا تحررنا. يبقى تحررنا من ايه؟ اللعنة، سلطان اللعنة وسلطان الموت، وكمان ايه؟ الدينونة. سلطان الدينونة وسلطان الفساد الايه؟ الكامن فينا. مش عارف هل الموضوع واضح ولا لا، مش عارف. لا واضح، واضح، واضح. طيب. خالص. ولا هي قدسك بتفسره تمام الحقيقة. يعني كده عرفنا كلمة تحررنا من الناموس اللي قالها القديس بولس الرسول. لكن أقرأ مع قدسك تاني العدد 6 وبيقول كده، وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبده بجدة الروح لا بعتق الحرف. طب قدسك قلت إن هو حررنا من ناموس اللعنة ومن الدينونة ومن الفساد، حكم الفساد، لكن إزاي ده تم؟ يعني إزاي المسيح حررنا من الناموس، من ناموس يعني تم إزاي ده؟ وإيه أهميته بالنسبة لينا إحنا؟ شوف، عايز اقول لك على حاجه. اي ناموس، ناموس معناه قانون. يعني الناموس بالانجليزي اسمه لو، لو اوف موزيس، مش موسكيتو. فاي ناموس او اي قانون ماليش سلطان على انسان ميت، مش كده؟ طبعا. يعني مثلا اي، مثلا واحد مثلا ارتكب جنايه قتل ومات، وبعد ما مات اكتشف ان هو ارتكب جناية قتله، عايزين يحكموا عليه، طبعا مات خلاص يعني. يبقى إذن هنا يقول لك ودي آية في منتهى الأهمية اللي هي رومية 7:1، أن الناموس يسود على الإنسان إيه؟ ما دام حيا. أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا. مش عارف الناس اللي في الكنترول ما بيطلعوش الآيات ليه؟ ومحدش عملها ولا إيه؟ مش عارف، ده ما جاء مع الموضوع صعب ومحتاجين الآيات تطلع. مش عارفة بيقول لي جاية فورمات مختلفة، مش عارفة قصده ايه. معلش احنا بنقراها والناس سمعيننا لو حصل اي حاجة. فالناموس يسود على الانسان ما دام حيا. طول ما انسان حي بيسود عليه الناموس. لكن انسان لو مات، ادانا مثال الزوجة، يا ريت قصك تشرحونا لانه الناس تقدر تفهم بيه الموضوع ده. عايز يقول ان الزوجة مرتبطة بالرجل او بزوجها ما دام ايه؟ حي. الرجل حي. وانا عايزه بيشبه هنا بقى ايه، ان في الزوجه اللي هو شعب الله او الكنيسه. شعب الله في العهد القديم يعني، او الكنيسه دلوقتي. وفي زوجين، احنا كشعب الله كنا مرتبطين بايه؟ كنا مرتبطين بالناموس، كان في علاقه زيجه بين الناموس وبين شعب الله. شعب الله. وبعدين وفي المسيح. هو مش عايز يقول ان الناموس مات فاحنا دلوقتي اصبح ارتبطنا بالزوج الثاني اللي هو المسيح. قالها بطريقه حلوه خالص، متنا للناموس، متنا للناموس بجسد المسيح. يعني الحقيقه فيلسوف يا ابو متنا للناموس، وفعلا ده اللي عمله المسيح بجسد المسيح. احنا متنا للناموس. يعني ايه؟ المسيح لما اكمل كل ما هو مكتوب في الناموس وحمل اللعنة وحمل الدينونة وحمل زي ما قلنا كمان اللي هو سلطان فساد الطبيعة البشرية اللي موجود فينا، حمله كله
على جسده، على في جسده، في جسده على الخشبة، على الخشبة. فكأنه الناموس مات، أو المسيح أوفى كل مطالب الناموس ومات بهذا الناموس، أو اللي تسبب في موته يعني، فأصبحنا أحرار من هذا الناموس وارتبطنا بالمسيح. يعني الناموس عرفنا الخطية، وإحنا ما قدرناش نعمل بأحكام الناموس، ده لسه جاية بعدين. فلا، هي موضوع الزوجة يعني، الزوجة. فكان لازم هنموت، لأن أجرة الخطية موت. فجاء المسيح أخذ الأجرة دي عنا، فهو مات للناموس، مات عنا للناموس. يا كده مظبوطة؟ فخلينا نحن طيب، عشان خاطر ان احنا اصل هو متنا للناموس، هي دي اللي صعبه، لان هو لو الراجل مات بقت الزوجه حره انها تتجوز تاني، ما هتبقاش زانيه. الراجل اللي هو كان الاول الناموس، ايوه، فهو مش عايز يقول الناموس مات، ايوه، عايز يقول ازاي احنا بقى تحررنا من الناموس، واحنا شرحناها قبل كده. أيوه. ان المسيح اللي قام بالموضوع ده، تمام، المسيح حررنا. يا واخد بالك؟ ايوه، يعني زي ما كده، يعني دي كنيسه المسيح، كانت الأول مرتبطة بالناموس، هي ما قدرتش إن هي توفي مطالب الناموس. تمام. طب أنا وفيت مطالب الناموس عنك، وعلشان كده أنت أصبحت حرة من الناموس، فأصبح المسيح هو اللي أصبح الزوج الجديد اللي احنا ارتبطنا به، اللي حررنا من الناموس. من الناموس. خلينا نقول خلينا نحن نراها في الموضوع. لا، ده التفسير أسهل. فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي. أي واحدة مرتبطة بإيه؟ بالناموس بالرجل الحي، ما تقدرش تكون لرجل آخر ما دام جوزها حي. ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. تمام. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر. تمام. ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر. ولكن إن مات الرجل فهي حر، فهي حرة من الناموس، حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. تمام. بعدين بيعلق بقى، إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس. أنتم أيضا قد متتم للناموس. والحقيقة الناموس هو اللي مات، يعني أحكامه وقوته ولعنته وكله، بس هو بيجيلها بطريقة كويسة. أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر، للذي قد أقيم من الأموات لنسمى لله. لكي نصير لآخر اللي هو المسيح، اللي هو اللي حررنا. أيوة. من سلطان الناموس. أيوة. إحنا دلوقتي أصبحنا ارتبطنا بالمسيح. تمام. مش عارف واضحة دلوقتي ولا لا؟ هي واضحة، واضحة وضحت يعني، بس القديس بولس يعني حب كده يصعبها علينا شوية، مش عارفة ليه، لعشان ما يقولش إن الناموس مات. إن مات. فهو قال إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر، للذي أقيم من الأموات لنثمر لله. الله. تمام. وجبينا مثال الزوجة. يا طيب، نقرا برضو نقرا برضو اعداد العدد 13. العدد 13. احب اقرا العدد وبعدين قدسك تتكلم عليه. عدد ايه؟ 13. العدد ما احنا ما خلصناش لسه، 5 و6 لسه ما خلصناهمش. طيب قدسك كام؟ اتفضل. في بيقول ايه؟ عدد 5 و6. لانه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحر. يبقى المشكلة مش في الناموس، ولكن في أهواء الخطايا اللي هي فساد الطبيعة البشرية. عشان كده قالك لما كنا في الجسد، لما كنا في الجسد. دي اللي يقدر يقولها واحد ده نعمة المسيح. واحد اتولد الولادة الجديدة، واحد يتمتع بسر المعمودية وسر الخلاص. فيقولك لما كنا في الجسد، لما كنا في الجسد، ايه اللي كان ما كنا في الجسد؟ كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت.
هو الخطايا التي بالناموس اللي هي الناموس عرفها لنا. الناموس ايوه التي بالناموس يعني الناموس قال لنا زي ما انت قلت كده ما عرفناش الشهوه الا ما قال لا تشتهي. بنتعمل في اما الان فقد تحررنا من الناموس اذ مات الذي كنا ممساكين فيه. مين اللي مات ده؟ الانسان العطية. مين للخطيه؟ الانسان العطية جسد الخطيه. ده مات في المعموديه. مات في المعموديه. تمام. عالمين هذا ان انسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه كي لا نعود ايضا نستعبد الخطيه حتى نعبد بجده الروح لا بعتق الحرف. نعبد بالايه بقى؟ جده الروح الحيه الجديده اللي خدناها عن طريق الروح القدس مش بعتق الحرف يعني بالحرفيه الناموس. واخده بالك؟ اللي هو الناموس الحرفي بقى يوم السبت ما تعملش كذا يوم مش عارف ايه الى اخره. لا احنا بنعبد دلوقتي زي ما قال المسيح للمرأة السامرية ان الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين لان الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. تمام. طب كده بقى خلصنا من اعداد من 1 لـ6. يا رب تكون وضحت لأحبائنا المشاهدين، واللي عنده سؤال في الجزء ده يعني ممكن يتكلم ويسأل ما فيش مشكلة. نكمل بقى أبونا من الأعداد من 7 لـ13. والحقيقة دي الرسول يعني عايز يبين أن العيب مش في الناموس، العيب في الخطية نفسها. يعني الناموس هو زي ما قلنا كشف طبيعة الفساد والعصيان اللي جوه الإنسان. يعني قدسك اقرأها لنا بقى ونتكلم فيها نشرحها. يا بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية لكي تظهر خطية منشأة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. اشرح يا أتسابونا عشان دي كلها آيات. يعني هو المفهوم بتاعها يعني مفهوم، بس هو قديس بولس الرسول بيركب الآيات على بعضها بطريقة يمكن تخلي الإنسان يعني جيت كونفيوز شوية. يعني هو عايز يقول ايه؟ الانسان قبل ما يكون فيه ناموس كان فيه الضمير. ولا كنت بدون الناموس عائشا قبلا، كان الضمير ده يخليه يبعد عن الخطيه زي يوسف الصديق. كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ امام الله؟ فكان الانسان عنده ضمير بيخليه ان هو يبعد عن الشر. لكن لما جه الناموس قال له لا، انت لو اشتهيت هتعمل هتبقى في عقوبه كذا، لو قتلت هيبقى في كذا، لو زنيت هيبقى في كذا كذا وكذا كذا، فيبقى في عقوبه، وكمان شاور على دي انها خطيه. واخد بالك؟ وخلى الانسان يشعر ان في بعض الاشياء ممنوع ان هو يعملها. وكل ممنوع مرغوب، فابتدى الإنسان ابتدى يعني الناموس يخليه إن هو يشتغل جوه أهواء الخطية اللي موجودة فيه، وابتدى الإنسان إن هو عايز إنه يعني في واحد في مرة قال لي إيه؟ واحد قال لي أنا أحب أعرف كل حاجة،
عشان كده أنا حبيت أعمل كل خطية علشان أشوف الخطية دي طعمها إيه دي ودي طعمها لا إيه. لا ده بس بيحللها لنفسه. هو بيعترف يعني. وكان بيقول على يعني على الحياة الماضية يعني. واخد بالك؟ فالإنسان يعني يقول لك طب ليه ممنوع الحاجة دي حتى الحاجات اللي هي يعني شكلها وحش ومش كويس؟ قال لك أشوف ليه يعني إيه اللذة اللي فيها. ده برضه فكر شرير يعني. طبعا هو فكر بيحلل له بس عشان يجرب كل خطيه. لانه كل ما هو ممنوع مرغوب. وما اظن في كمان في الامثال يقول لك ايه، يقول لك المياه المسروقه حلوة وخبز الخفيه لذيذ. فالوصيه انشات فيها كل شهوه زي ما قال بس حقيقة ابونا برضه نفسي اقف في الحته دي، ان دلوقتي لغايه دلوقتي اي انسان ما يقدرش ينفذ الوصية، حتى وصية موسى يعني مش وصية المسيح اللي هي أحبوا أعدائكم ولطمك على خدك حول له الآخر، لأن إحنا خدنا نعمة وخدنا قوة تقدر تخلينا من يعني نقاوم الخطية دي. لكن الإنسان لما اداله الناموس ادهوله بس كده قال لي اعمل، طب أنا مش قادر يا رب أعمل، مش قادر ما أعملش الخطية. أيوة. وده اللي هيقوله القديس بولس في بقية أصحاح أنه ما بين نارين يعني، لك تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية لأن الوصية ما ديتوش غير أنه بس يعرف أن دي خطية وبس، لكن ما ديتوش أي قوة أنه ما يعملهاش. فإن لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. عرفتش الشهوة لما قال للناموس تشتهي. عشان كده يقول هنا القديس يوحنا ذهبي الفم إيه، لأنه عندما نشتهي شيئا ونمنع منه تلتهب الشهوة بالأكثر. تمام. هذا لا ينبع عن الناموس، فالناموس يمنعنا ليحفظنا منها، وإنما العيب في المريض وليس في الطبيب. المريض والإنسان اللي هو بيحمل الطبيعة الفاسدة أو الميل الخطية أو جسد الخطية أو إنسان، العيب في المريض في الإيه؟ في المريض مش في الطبيب اللي هو الناموس. فإن الناموس لم يعطى لإشعال الشهوة بل لإطفائها، المفروض كان ناموس روحي. وإن كان ما قد حدث هو العكس فاللوم ينسب لنا لا للناموس. فعلشان كده الحقيقة الموضوع زي ما قلت كده عايز إن إحنا نعرف فعلا إنه بحسب الناموس لا يمكن إنسان إن هو يتبرر طول ما هو عايش في الجسد. مش ممكن إنسان في الجسد حتى لو كان عنده الناموس وحفظ الناموس من أوله لآخره ما يقدرش إن هو يبطل خطية، لأن بالناموس إيه؟ معرفة الخطية. عرفت الخطية لكن ما فيش قوة، الناموس ما بيديش قوة إن الإنسان يتحرر. يعني القديس بولس قال على نفسه في الناموس بلا لوم، في الناموس بلا لوم، بلا لوم قدام الناس ما بيعملش خطايا مثلا زي كسر السبت مثلا والناس كلها تشوفه او جرائم قدام الناس، لكن جواه عنده شهوة. حتى هو ابتدى يشرح هذا الصراع اللي كان موجود جواه قبل ما يتعرف على المسيح في بقية الإصحاح. ويمكن ده نخليه للمرة الجاية لان الموضوع ده عايز يعني شرح اطول ووقت اطول. فلكن خلينا ان احنا نركز على الموضوع ده ونشرح. طيب اسمح لي اخد تليفوني يا سابون. اتفضل. معنا سعيد، اهلا بك يا سعيد من اسكتلندا متهيألي. الو. تحية المسيح قدس ابونا بيشوي. اهلا وسهلا. معك ابن الرب سعيد خالد، انا اتكلم معك من اسكتلندا ادنبرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بكم جميعا. انا في حاجة سمعتها من قدس ابونا بيشو توادرس من حوالي سنه، اعتقد الاسبوع الثالث من رابع العدويه، سمعته بيقول انه كان في زمان في منتصف القرن الخامس، لا في منتصف القرن التاسع والعشرين، بانه كانوا الخدام كان يطلق عليهم كلمه خنثاوي. هل صحيح الكلام هذا؟ لا يطلق عليهم اسم ايه؟
خنفاوي. خنفاوي؟ لا لا، شوف انا عايز اقول لك على حاجه. اي والله انا بدي حاضر. يعني حاضر. انا بصراحه لما رجعت زكريا 3:8 وزكريا 6:12 بتنص بهذا بتنص بهذا المعنى وليس بنفس الكلمه. لا لا، دي خنفاوي دي جايه من خنف قوي، ودي كلمه ابطيه. خنف قوي يعني يعني انسان، الانسان اللي من السماء، يعني من السماء، من السماء معناها كده، من السماء. خنف قوي، فهو عايز يقول ان الناس القديسين بتوع زمان كان يقولوا عليه ده خنفاوي، ده مش من الارض، ده من السماء، ده اللي كان قصده، خد بالك. لكن ملوش دعوة إلا بآيات في زكريا، لا دي حاجة تختص باللغة القبطية كأقباط. إحنا عندنا الكلمة دي معناها خنف قوي، يعني من السماء. أوكي؟ سعيد معانا ولا؟ لا بالزبط، أنا معاك، ممكن أعقب على كلام قصة. تفضل تفضل. أنا لما راجعت الكتاب المقدس في زكريا 3:8 وزكريا 6:12 وجدت في الكتاب المقدس الدكتور مارتن، الدكتور للملك جيمس برانش، ولما رجعت الأقدم منه في نفس الكتاب المقدس يسمى بي سيكشوال أو هارمو أوردايت، وكلها تعني ثنائي الجنس أو الخنثاوي بالكلمة العربية، من كلمة مخنث. مخنث؟ هي مش الكلمة، مش كلمة أصلها قبطية، هي كلمة المعنى فيها عديم الجنس أو ثنائي الجنس أو مخنث أو أو. لكن شيء جديد إنك بتقول لي إنها أصلها كلمة قبطية. لا دي كلمة إبطية، لا خنفاوي أو خنفوي، ده كلمة إبطية ومعناها من السماء. لكن انت بتتكلم عنه ده موضوع تاني، ان كنت عايز تطلع كلام موجود في الانجيل عن داعش، احنا فكرتش في الموضوع ده قبل كده، لكن يا ريت. ايوه انا حاضر على موضوع داعش، ممكن اقول لك عليه. اتفضل. ايوه زكريا 3:8، فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم انت ورفقائك الجالسون امامك لانهم رجال ايه، لان هذا اتي بعبدي الغصن. فين داعش هنا خالص؟ مفيش داعش. اتفضل يا اتفضل قول رايك. انا ما اتطرقت عن داعش، انا ما اتطرقت عن داعش بالمره، ولكن اذا اردتني انا اتدخل انا اتكلم معك بداعش يسعدني هذا. اتفضل. اول شيء كلمه مشكله داعش ابتدت من قبل الكنيسه، هم رجال الكنيسة في الأنبار، يعني خلوا الموضوع يأخذ هذا المأخذ. الإسلام لما جاء من أجل، هي مشكلتها مشكلة الجزية. في الجزية في العقيدة الإسلامية عندك يا تؤمن يا تدفع الجزية. وما لما تدفع الجزية أن يكون مقتدرا عن يد معك مقتدر، وهم سيقولون وهم أذلاء. لما راحوا، لما طلبت داعش من الكنيسة في الأنبار، طلبوا منهم طلبوا منهم إنهم يدفعوا الجزية. قالوا لا مش هيدفع. قالوا خلاص. فهم جماعة داعش قالوا خلاص، انتم رفضتم العقيده الاسلاميه، احنا حننفذ عليكم العقيده المسيحيه او الشريعه المسيحيه. وهذا موجود حسب ما اتذكر الحقيقه. طلبوا منهم الشريعه، تنفيذ الشريعه، يعني داعش نفذ عليهم الشريعه، الشريعه المسيحيه. غير الشريعه المسيحيه ليه؟ جاء في لحظة الله يخليك. جاء في روميا 13:7. أيوة. وبالنص. أيوة. جاء الكتاب المقدس للدكتور مارتن لوثر. أنا بقرأ لك ترجمتها باللغة العربية، وإذا أردت أن أعطيك النص باللغة الألمانية أنا سعيد أن أقول لك عليه. في روميا 13:7 من نسخة الدكتور مارتن لوثر والمترجمة باللغة العربية، وعلي
وعلي أعطي الآن السلطان الواجب المقرر، يقدم أو تقدم الأرحام ذكورا ونساء، يعني النساء ذكور والرجال إناث، لمن له هذا الحق؟ الجمارك لمن له الجمارك، الخوف لمن من الخوف لمن من تخاف منه، العرض والكرامة لمن من يحق تقديم عرضك وكرامتك. النص الألماني يقول so gibt nun jeder Mann das ihr sollte sein Schluss, denn der Schluss gebührt soll dem der soll gebührt Frucht, dem die Frucht Ehre, dem die Ehre gebührt. وكلها حسب الكتاب المقدس للدكتور مارتن لوثر. يعني المهم لما رفض العقيدة الإسلامية قالوا خلاص نسب عليكم العقيدة أو الشريعة المسيحية. وهذا وأعتقد أن واحد من الجماعة لدى داعش يعرف اللغة الألمانية وبيعرف الكتاب المقدس بس زي بعضه. يا أخ سعيد خلينا نقول شوف الكلام أنا فتحت نفس الإصحاح يقول كده بيتكلم عن لذلك بيتكلم عن الخضوع للسلطة بيقول لك فإنكم لأجل هذا توفون الجزية إذ أيضا توفون الجزية أيضا إذ هم خدام الله. فهل بتوع داعش دول خدام الله؟ خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. السلطان انت لو رجعت من واحد الى سبعة بطرس انك يجب تخضع كل نفس السلطين السلطان. ايوه الخضوع الخضوع في فرق في فرق يعني اللي بيعرف خليك بس يا عم سعيد بس الخضوع الخضوع غير الخنوع واخد بالك. الخضوع يعني ايه؟ يعني في مثلا الدولة ليها قوانين خاصة بالضرائب فأنا لازم أخضع لهذه القوانين واخد بالك. يعني أنا لو أجنبي موجود في بلد معين لازم بدفع رسم علشان إن أنا عايش في البلد ده. ده اللي كان بيقصد فيه. حتى لما جه اللي هم طلبوا من بطرس الرسول قال أما يوفي معلمكم الجزية؟ فالمسيح رد عليه وقال له بياخدوا منين الجزية؟ أمن المواطنون أمن الأجانب؟ فقال له بطرس لا من الأجانب. قال له إذا مواطنون أحرار. فيعني إذا هو المفروض أن دي ده الجزية متكلم عنها أن واحد ساكن في بلد تانية ما هيش وطنه ومدين له إقامة فبيدفع حاجة زي كده. إنما البلد يعني العراق دي بتاع العراقيين بتاع مسيحيين مسيحيين العراق هم أصل البلد زي اللقباط ما هم برضو أصل البلد في مصر. الموضوع له كلام تاني كلام بالنسبة إلى الآشوريين والأقباط هل هم أصحاب البلد الحقيقيين؟ طبعا هذا مو بعدين إلى مجال آخر. الحين إحنا قدامنا النص الإنجليزي بشأن هذا الأمر من قبل الملك جيمس بيقول فيه لذا أعطوا جميع ما يستحق كل الجزية لمن له الجزية الفريضة الواجبة لمن له الفريضة الواجبة الخوف لمن من تخاف. انت نفسك قلت ان الجزية دي تفسرت في بالالماني يعني الجمارك فما احنا الجمارك ما عندناش مانع الجمارك والضرائب انت قلت الجمارك من شوية فاي اي اي نوع من الضرائب الكستم الكستم انا ترجمتها على اساس اني خصص المعنى لكن الكستم اللي هو العادات والتقاليد traditions and customs. شوف عايز اقول لك على حاجه يا سعيد مفيش حاجه دلوقتي اسمها دوله تقوم على اساس ديني انتهى احنا في القرن الواحد وعشرين دوله تقوم على اساس ديني عشان تطبق واخد بالك اولا لا توجد دوله مسيحيه بتطبق الانجيل نعم ولكن تبع داعش يتبع النظام التشريع الاسلامي وهذا سبب الخوف في اوروبا انهم يجوا جماعه داعش وبتنفذ الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية حق كما هو حق القوانين المتبعة حاليا. من يفرض هذا؟ القوة. أنت من داعش يا سعيد ولا إيه؟
لا انا من حق انا 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 من القا... انا قارئ انا ببحث لا بتاثر بهذا ولا بتاثر بهذا ولكن حينما ياتي الوقت انت علي باخذ رايي استرجع. طيب سيب نمرتك في التليفون عشان اقدر اكلمك اكتر لانه مفيش مجال للوقت في البرنامج عشان خاطر نشوف انت قريت ايه وانا اقدر ارد عليك بالتفصيل. انا بنصحك خط ابونا نعم انك تراجع الدكتور الملك جيمس نفس المادة او راجع كتاب المقدس الكتاب المقدس للدكتور مارتن لوثر وانت حتعرف اللغة ترجمت فعندك وضعيها واخد بالك الجزية هنا مقصود بها نوع معين من الضريبة كان بيدفعوها الأجانب اللي ساكنين في بلاد تانية دي هي الجزية الضرائب معروف الضرائب ايه الجمارك معروف الجمارك ايه لكن ان انا باسم الدين ان انا اخلي على اللي بيخالفني في الدين او في الشريعة او في العقيدة انه يدفع جزية دي حاجة مش موجودة لا في الإنجيل ولا في حقوق الإنسان ولا في أي تشريع دول جماعة داعش دول ناس واخد بالك امتلكهم الشر بيحبوا انهم يدبحوا في الناس ويقتلوا بالناس بسبب وغير سبب واخد بالك فاحنا بنصلي ربنا يعني فتح يعني عيون اذهانهم وتعرفوا على جمال المسيح المصلوب الرائع اللي قال احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. يا ما كنتش فاكرة ان في ناس بتؤيد اعمال داعش حتى المسلمين المعتدلين ما بيوافقوش ابدا ولا بيرضوا باللي بتعمله داعش يعني ده عمل شيطاني 100% ففي ناس مقتنعة بيهم. في عايز اقولك على حاجة دلوقتي اللي نجيب لك الشيطان اعمى اذهان غير المؤمنين الذين لم يقبلوا معرفة الحق سيرسل لهم الله عمل الضلال واخد بالك فدي كلها حاجات موجودة وده عمل ضلال والناس بيصدقوا ده بيقولوا فيه 400 فتاة ألمانية موجودة في داعش فإذا ده عمل ضلال ليه؟ لأن في فراغ في الإنسان الناس ابتعدت عن الإنجيل وعن الكنيسة وعن الإيمان المسيحي ولا يوجد في العالم أي بديل عشان يملأ الفراغ الموجود في الإنسان فلما شافوا حاجة فيها نوع من التطرف فأنت عارفة الإنسان لما يكون عنده فراغ وتعبان بيحاول يشوف حاجة يجد نفسه فيها واخد بالك فعلشان كده ابتدوا ينجذبوا إلى هذه المنظمات الإرهابية اللي ياريت الأخ سعيد ياريت إن هو ربنا كمان نصلي له إن هو يديله إنه يفكر ويعرف ان ربنا لا بتاع ذبح ولا بتاع قتل ولا اللي بيرضى باللي بيحصل ده الهنا اله حب عايز ان الكل يتمتع بالحياة ما هوش اله موت ده حتى لما لقى الانسان ان هو مصيره بقى الموت الابدي فجه على الصليب علشان خاطر يموت هو بداله ويدينا حياة ابدية ده الاله الحقيقي لكن الشيطان هو اله الموت عشان كده كل من يتبع هذه المجموعات الإرهابية ده إنسان أصبح مستعبد لسلطان الشيطان وإحنا بنصلي إن ربنا يحرر كل هؤلاء. أمين يا أبونا أمين. طب نطلع فاصل نسمع ترنيمة ونرجع تاني لموضوعنا ناموس الله وناموس الخطية لو كان في وقت أنا أقدر نكمل نسمع ترنيمة ونرجع نكمل معكم ابقوا معنا. إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين إله دانيال ورب داود بنؤمن إنه مازال موجود ينجي عبيده حسب وعده من سيف الصالح شكرا لي أمان نشكر لي
مرة تانية معاكم أحبائي المشاهدين في آخر جزء من حلقتنا النهاردة. أنا بعتذر، الدكتور أحمد كان على الخط وهما ما قالوا ليش، فلو يعني يحب يتصل بينا تاني أهلا وسهلا. أتشابونا. طب ناخد برضو سؤال صغير في موضوع رسالة روميا الإصحاح السابع. حقيقة الأخ سعيد بتاع داعش ده طلعنا من المود الروحي، لكن يمكن وربنا صدقني يعني يمكن كلمة تنبهه ان ده مش الجزية المفروض بيها، الجزية اللي هم بيطلبوها بتاع داعش، يعني يمكن عايز ربنا عايز يوضح له ان ما كانش المسيح قصده موضوع الجزية بتاع داعش. يعني بولس الرسول قصدك؟ يعني بولس الرسول. لا، المسيح لما قال لبطرس يعني ادفع عني وعنك الدرهمين. طيب في عدد 9 و10 وتسابونا بيقول كده، فين 9؟ فين أول 9؟ وداود يقول لتصل، لا 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 لا, لا دي أصحاح 7، أنا أصلي رحت معاه الأصحاح 13. عدد 9 بيقول كده، أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا، فوجدت الوصية التي هي للحياة هي نفسها لي للموت. يعني طيب، معنا دكتور أحمد وعيني كامل. أهلا بك دكتور أحمد، تفضل. أهلا يا فندم. أهلا ميري هانم، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. أهلا، مساء الخير أبونا بشوي. أهلا بك دكتور أحمد، أهلا بك. تحياتنا لحضرتك. الله يبارك. الحقيقة أنا يعني قفلت اشمئزيت، أنا ما بعلقش دايما على متداخل، بس اشمئزيت من الأخ الداعشي ده. أيوة. أولا حضرتك السكريبت الدويتش اللي قاله في منتهى اللخبطة والجهل، أنا بتكلم دويتش على فكرة. طب كويس. الشيء الثاني والكلام اللي قاله بالإنجليزي بالألماني هو كلام ملخبط، والمقصود فيه ضريبة أو رسوم. أبونا قال له كده، قال له لا أنا مش قصدي كده. تفضل. لا لا لا، هو بقول هو ما عندوش فكرة عن لا دويتش ولا بطيخ. الشيء الثاني حضرتك بالنسبة برضو العجين اللي عجنه اللي هو الهيرمافرودايت، يعني الهيرمافرودايت دي مسألة ديسوردر، يعني في الأورجانز الدبلز الميل والفيميل، وفي سودو هيرمافرودايت. الحقيقة كوكتيل من العجين واللخبطة. ولكن أنا سعيد الحقيقة جدا لأبونا بشوي ولحضرتك يا هانم إن القناة بتاعتكو فيها درجة من الحرية والشفافية، إن حضراتكو دي غير موجودة في أي قناة لا مسيحية ولا غير مسيحية. عموما خلينا يعني أقول يعني تعليق بسيط على أو رؤية للكلام اللي أبونا بيتكلم فيه. تفضل. ولو ان الواحد نسي هو عايز يتكلم في ايه. تفضل. الحقيقه من التعبير بتاع القديس بولس، متنا للناموس بجسد المسيح، الحقيقه تعبير مش في منتهى الصعوبه، هو تعبير في منتهى الدقه، دقه متناهيه، لان الحقيقه متنا للناموس اللام استخدامها في اللغه العربيه والترجمه في منتهى الجمال، اللام معناها إلى أو معناها عن. لما أجي أقول ذهبت للناموس يعني ذهبت إلى. أما متنا للناموس أي متنا عن الناموس. والروعة الحقيقة عدم اتهام القانون بأنه يعني هو يعني جدير به أن يموت، ولكن جدير بالإنسان. أنا عايز أقول إن يعني أنا من خلال معرفتي بنفسي وبأصدقائي أنا لم أرى شخص قادر على الالتزام بالقانون إلا إذا كان القانون له عقاب، إلا إذا كان القانون له سلطان ويطبق. بالنسبة للحياة اللي احنا نعيشها، الحياة البشرية، في قوانين مدنية الإنسان يصنعها
ليس بالضرورة من تلقاء ذاته، ولكن خشية من العقاب. بالنسبة للحياة الأبدية، هذه المسألة لا تصلح. ليه؟ لأن حينما نظرت في الأديان، أنا لا أناقش الأديان حضرتك من بالطريقة حتى اللي بيناقشوها الإخوة البروتستانت، لأن فيهم عنف جامد الحقيقة. أنا أناقش أي دين أنني غير قادر على الإطلاق على الإتيان بهذه القوانين بالناموس. يعني الحل، يعني معناه أنا ما فيش حل. يعني أنا حينما أقرأ أي كلام مرتبط بالأديان أشوف الأقرب إلى أن يكون كلام إلهي. فالإنسان أنا بشعر أني غير قادر على تطبيق هذه القوانين، أي قوانين حضرتك دينية، إذا معناها أنه لا خلاص. وهنا الحقيقة أبونا يعني يوضح الأمر بصورة في منتهى الروعة، وقضى على أي لبس عند أي ذي عقل من أي طائفة مسيحية أو من أي ديانة، أننا تحررنا من سلطة الناموس، لأنه يستحيل للإنسان أن يأتي بالناموس. كما أن الإنسان حينما أقول مولود بالخطية، يستحيل على أي إنسان أن يعيش بلا خطية ولو لساعة واحدة. فالحتة الحقيقة اللي هي يعني أنا كان نفسي أسأل فيها، أن الناموس يحرك الخطية، يعني أنا يعني يا ريت أبونا يجاوبني عليها. أنا أفهمها إن الإنسان حينما يكون، يعني إذا أنا مثلا قلت لأبونا أنا عايز أروح أرتكب الخطية الفلانية، يمكن أن يقول لي عيب عليك، أنت راجل كبير وأنت دكتور وأنت كل ما بيقول لي هذه النصائح القانونية، كل ما بتولد في الخطية أكثر. غير أنه هو، وده على فكرة في العلاج، في العلاج النفسي، أن في أشياء زي لما أتكلم على مشاكل الإدمان وعيوبها، دي بترسخ الإدمان أكثر. ولكن أنا أصرف انتباه الشخص عن هذه الخطية بأن أنا أكلمه في حاجة تانية. عموما أنا بشكركم على هذا البرنامج الحقيقة، وبشكر أبونا بشوي على سعة صدره أن تدخل معه يعني رجل داعشي، وأنا أصلي من أجل هذا الرجل إن ربنا يوفقه ويعرفه بالنعمة ويفتح عيونه، أو على الأقل يعني ياخد موقف محايد. مرسي أوي يا هانم، مرسي أبونا. شكرا لك يا دكتور أحمد، أشكرك. هو بيقول دكتور أحمد عايز يشوف أو يعرف شرح إزاي الناموس بيحرك الخطية أو أهواء الخطايا زي ما قال بولس الرسول. إحنا قلناها، لأن كل ممنوع مرغوب، والمياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. يعني إيه؟ يعني تبص تلقي مثلا إن الراجل اللي بيسيب مراته عشان يرتكب نفس الفعل مع واحدة تانية أو يزني مع واحدة، فالعلاقة الجنسية هي هي، لكن الشيطان يزين له هذه العلاقة إنها أحسن من العلاقة الطبيعية الشرعية اللي مع مراته. السر يعني ليه؟ لأنه فيها مياه مسروقة حلوة تملي. الشيطان بيخلي الخطية اللي هي فيها نوع من التعدي على الوصية بيبقى ليها لذة وقتية. دي المشكلة هنا. فعشان كده أقول لك الناموس كان بيحرك أهواء الخطية. ليه؟ لأنه الإنسان بينجذب، واخد بالك، إن هو يعني يميل إلى الأشياء الغير مباحة ليه، الغير مباحة ليه شرعيا، واخد بالك؟ دي المشكلة في الموضوع ده. فأنت كنت بتكلمة عن، كنت عايزة أقول أن في عدد 9 و10 هنا يعني بيبان كده زي ما يكون القديس بولس بيهاجم الناموس في كلامه. هل ده ممكن يعني ناخد منه الإحساس ده، ولا كان يقصد إيه؟ خلينا نقراهم ونرد عليهم.
بيقول بولس الرسول: أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا. يعني مش كنت هنا مش معناها أنه كان بدون ناموس عائشا قبلا، يعني كانش فيه يعني تجريم للخطية في حياته، لا، أنا قلت أن فيه ضمير ربنا كان وضعه في الإنسان، كان عايش، لكن ما كانش فيه بقى انه عقوبه للخطيه. الناموس هو اللي قال ان اجره الخطيه موت. ان الانسان اللي بيزني بياخد مش عارف كام جلده، الانسان اللي بيسرق تقطع ايده، الى اخره الحاجات اللي كانت موجوده في العهد القديم دي. فعشان كده بقول: اما انا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا. ده مش تقليل للناموس، ان انا كنت بدون الناموس عائشا قبلا، لكن الكلام اللي جاي برضو صعب شويه. ولكن لما جاءت الوصيه عاشت الخطية فمت أنا. بس السبب هو إيه؟ السبب هو أنا، مش الخطأ، مش الناموس. لما جاءت الوصية عاشت الخطية، لأني أصبح لي ميل للخطية أكتر، وعرفت أنها خطية، لكن ابتدى يبقى عندي ميل، لأن في ميل للخطية وفي فساد كان موجود في حياتي قبل ما تعرف على المسيح. وبيتكلم هنا عن لما كنا في الجسد، مثلا لما كان عايش حسب الجسد أو لأنه عنده ميل للخطية وطبيعته فسدت لدرجة أنه هو كان يميل للخطية بطريقة شهوانية صعبة. فلا أجه الناموس قال له: بتشتهيش؟ قال له: لا، ده أنا مش قادر أن أنا أنفذ ده. فأصبح أنه يشتهي أكتر وأكتر. جاءت الوصية لما جاءت الوصية عشت خطية فموت أنا، فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت. فده اللي هو بلخبط الناس، ده الوصية التي هي للحياة، لأنه قال كده موسى النبي: الذي يفعلها يحيا بها. وفعلا إن يعني إذن هي أصلا للحياة، لكن إيه اللي خلاها للموت؟ أني ما قدرتش أنفذها. هو فساد الطبيعة البشرية، هو الميل الفاسد الموجود في الإنسان، هو ده اللي خلاها أن هي للموت. لكن بالنسبة أن فعلا بولس الرسول كان بيوقر الناموس جدا ويحترم الناموس جدا، أنه قال عنه أربع حاجات هنقولهم. أول حاجة في رومية 7:12 قال: الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وإيه؟ وصالحة. ده أول حاجة. في رومية 7:14 يقول إيه؟ فإن نعلم أن الناموس روحي. الله، ما هو كلام ربنا، فالناموس روحي فعلا. أما أنا فجسدي. دي حاجة تانية هنتكلم إن شاء الله الأسبوع الجاي. الحقيقة إحنا هنتكلم الأسبوع الجاي بالتفصيل، لأنه ما فضلش لدقيقتين يعني. ورومية 7:16: فإني أصادق الناموس أنه إيه؟ حسن. هذه بقى تالتة. الرابعة رومية 7:22: فإني أصر بناموس الله. فهو ناموس ربنا. الوضع هو الوضع هو ده الموسى. فعشان كده يبقى إذن بولس الرسول أبدا لم يهاجم الناموس، بل كان بيوقر الناموس ويحترم الناموس. تمام يا ابونا. يعني الحقيقة زي ما بقول الأصحاح ده مليان كتير قوي وكده، يعني بدينا خلاصة يعني إن احنا لما المسيح شال عنا أجرة الخطية الموت اللي ما قدرناش ننفذها بها وصايا الناموس، ادانا ناموس أفضل بقى اللي هنتكلم عنه المرة الجاية، اللي هو ناموس الحياة في المسيح يسوع، اللي هو بيدينا القدرة ان احنا ننفذ الوصية ونعيش الوصية بالرغم من صعوبتها اللي ما قدرناش نعيشها بناموس موسى، بس ننفذها بناموس موسى. هنكمل ضروري مع قدسك الحلقة الجاية هذا الإصحاح، ويعني كلمة أخيرة لقدسك واختم تفضل. عايز أقول حقيقة أنه ياريت أن إحنا لما تجيلنا فكر الخطية، ولما يجيلنا كمان أي نوع من الحث عن الخطية، إن كان من الداخل أو من الخارج، لازم نعرف ان احنا في المعمودية متنا عن الخطية. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ احنا مش في الجسد يا جماعة، احنا دلوقتي اصبحنا في المسيح، اصبحنا في الروح. عشان كده الخطية ليس لها سلطان علينا.
عشان كده يقول بولس الرسول في روميا 6:14 فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. قول لنفسك كده الخطية ملها سلطان عليا، عشان كده لما تيجي الخطية دوس عليها وما تحاولش أنك أنت تخضع عليها، لأنك ليك سلطان بالمسيح يسوع أنك أنت فعلا تعيش في حرية مجد أولاد الله. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. في نهاية كل حلقة بشكر ربنا على رسالته لينا، بشكر قدسك، بشكر أحبائنا المشاهدين، وياريت تقروا بقية الأصحاح أو تقروا كله تاني، ولو في أي أسئلة إن شاء الله نكملها الحلقة الجاية من كلمة الحياة إن شاء الرب، وعشنا وإلى اللقاء.